أبرز السيد رئيس الحكومة صيرورة المخرجات العملية التشريعية ذات الأثر على انطلاق عدد من الأوراش الاجتماعية والاقتصادية، ليقف عند مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية والذي حمل العديد من الإجراءات الاجتماعية، أيضا مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار، مؤكدا على أن هذه السنة ستكون بإذن الله سنة سياسية لتسريع عدد من المشاريع المهيكلة بما يخدم المواطنات والمواطنين، مؤكدا على الدور الكبير للبرلمان وعلى مسؤولية الحكومة في التفاعل مع البرلمان، داعيا أعضاء الحكومة إلى الحرص على التواصل مع البرلمان والإجابة على الأسئلة الكتابية ورفع الجهد كما وكيفا بما يرفع من جودتها، مؤكدا على ضرورة الوفاء بمهمتنا تجاه المؤسسة التشريعية والمحكومة بقواعد التعاون، موجها التحية لعموم أعضاء البرلمان والفرق على الجهد الذي بذل في هذه المرحلة ومكن من المصادقة على عدد من مشاريع القوانين، بالإضافة إلى تقدم العمل على مشاريع قوانين أخرى سيكون لها أثر كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.